بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الحادي عشر الأدبي مدرسة التميز النموذجية، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة علم الاجتماع. درس اليوم أحبتي بعنوان مناهج البحث في علم الاجتماع. مناهج البحث في علم الاجتماع. أول شيء بنحاول، هو درس اليوم يا شباب معظمه تعريفات، يعني شوية هيتطلب منك انك تحفظ التعريفات، لان هو معظم الدرس عبارة عن تعريفات. فالبداية بنعرف ما المقصود بالبحث العلمي وما المقصود بمنهج البحث. البحث العلمي يا شباب هو الاسلوب المنظم في جمع وكتابة الملاحظات وتحليلها من خلال تفكير منطقي وتجريب عملي. مرة ثانية، الأسلوب المنظم في جمع وكتابة الملاحظات وتحليلها من خلال تفكير منطقي وتجريب عملي، يعني الأسلوب اللي بيتخذ الباحث في جمع وكتابة المعلومات عن ظاهرة معينة ويبدأ يحلل هذه الظاهرة من خلال تفكير منطقي وتجريب عملي. منهج البحث هو الخطة التي يتخذها الباحث بعد تصميمها للحصول على البيانات وتحليلها. الخطة التي يتخذها الباحث بعد تصميمها للحصول على البيانات وتحليلها. طبعا أفضل أو أول مناهج البحث اللي راح ندرسها إن شاء الله هو المنهج التجريبي. المنهج التجريبي، مناهج البحث في علم النفس، راح ندرس أول منهج عندنا هو المنهج التجريبي. طبعا المنهج التجريبي يا شباب هو أفضل وأكفأ المناهج المستخدمة في اختبار صحة أو صدق الفروض. المنهج التجريبي هو أفضل، يقول لك أفضل المناهج المستخدمة، ضع المصطلح العلمي المناسب، يقول لك أفضل المناهج المستخدمة في اختيار، أفضل المناهج المستخدمة في اختبار صحة أو صدق الفروض هو أي منهج؟ المنهج التجريبي. طبعا عندنا أيضا منهج المسح الاجتماعي من ضمن المناهج الجيدة في علم الاجتماع، ولكن منهج التجريبي هو أفضل المناهج المستخدمة في اختبار صدق أو صحة الفروض، لأن طبعا في بيحدث الكشف بين المتغيرات، مغير مستقل والمتغير التابع، فصل المتغيرات الدخيلة. بس انت ما راح تدرس اللي هو يعني اعرفك شنو هو المتغيرات، المتغير المستقل، المتغير التابع، المتغير الدخيل، ولكن مو مطلوب منك انك تعرف شنو هي المتغيرات. المهم انك انت تعرف ان المنهج التجريبي من افضل واكفأ المناهج المستخدمة في اختبار صحة او صدق الفروض. اول شيء لابد انك انت تعرف ما المقصود بالتجربة. التجربة قبل التجريب، في التجربة. التجربة يا شباب هي الطريقة التي بواسطتها تختبر صحة ظاهرة معينة ممكنة الحدوث. يعني من خلال التجربة بتقدر انك انت بتختبر صحة ظاهرة معينة. يعني نقول مثلا، او ممكن نفترض مثلا ان في متغير معين راح يحدث. نقول مثلا ان الكمبيوتر او الحاسب الالي او التعليم التكنولوجي يؤثر على ذكاء الافراد او يزيد من عملية التعليم او جودة عملية التعليم. هنا حطينا فرض، فمن خلال التجربة نبدأ بالتجربة نشوف هل الفرض اللي احنا حطيناه صح ولا غلط. من خلال التجربة بنختبر صحة ظاهرة معينة ممكن انها تحدث، ممكن انها تحدث. واضح شباب؟ طيب ما هو التجريب؟ التجريب، تعريف التجريب، التجريب قدرة الباحث على توفير كافة الظروف التي من شأنها ان تجعل ظاهرة معينة ممكنة الحدوث. اذا هو بيوفر،
التجريب بيوفر قدرة الباحث، الباحث بيحاول انه بقدر الامكان انه يضبط كل الظروف، يضبط كل الظروف عشان يشوف هل الظاهرة عشان يقدر نجرب هذه الظاهرة اللي ممكن تحدث. واضح شباب؟ طيب ما المقصود بالمنهج التجريبي؟ المنهج التجريبي طريقة علمية، طريقة علمية بتعتمد على عدة خطوات مرتبة. المنهج التجريبي طريقة عملية بيكون فيها بعض الخطوات. أولى هذه الخطوات هي الملاحظة، بنلاحظ ظاهرة معينة وبعدين نبدأ من خلال هذه الملاحظة نضع بعض الفروض اللي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة، وبعدين نبدأ نحدد المتغيرات اللي أنا سبق أن قلت لك إياها قبل شوية، المتغير المستقل ومتغير التابع ومتغير الدخيل، وبعدين نبدأ نتحقق من صحة الفرض اللي احنا فرضناه لين احنا نوصل لقوانين معينة، لان احنا نوصل لقوانين معينة. اعطيك مثال اللي انا ذكرته قبل شوية، ان هل نحط فرض معين مثلا ان يؤثر الحاسب الالي او التكنولوجيا على تعليم الافراد. نبدأ نجيب مجموعة من الافراد، بعض الطلاب، ونخليهم يتعلموا من خلال الحاسب الالي والتكنولوجيا، ومجموعة ثانية ما تتعلم عن طريق التكنولوجيا او الحاسب الالي. حلو. وبعدين نبدأ نقيس او نديلهم نفس حجم التعليم، يعني ان كان مثلا ندرسهم صفحة واحدة للمجموعة عن طريق الحاسب الالي والتكنولوجيا، ومجموعة بالطريقة التقليدية السبورة العادية. وبعدين نبدأ نشوف هل فعلا تم التوصل تحقق بالفروض، هل ان الطلاب اللي اتعلموا بالطريقة التقليدية حصلوا على درجات اعلى ولا اقل من اللي اتعلموا عن طريق التكنولوجيا. لو حدث ان فعلا اللي اتعلموا عن طريق التكنولوجيا حصلوا على درجات اكبر، يبقى من هنا فعلا وصلنا لقانون معين ان فعلا التعليم التكنولوجي افضل من التعليم التقليدي، التعليم عن طريق التكنولوجيا افضل من التعليم التقليدي. يبقى وصلنا لصحة الفرض او قدرنا ان احنا نوصل للقوانين اللي بتحكم هذا الامر. طيب طبعا نفس ما احنا قلنا قبل شوية، المنهج التجريبي اكفأ وافضل مناهج في اختيار او المستخدمة في اختبار صدق الفروض والكشف عن العلاقات بين المتغيرات. المنهج التجريبي في علم الاجتماع محدود، محدود لان يصعب التحكم في ظروف التجربة. ليش محدود يا شباب؟ يعني مثلا لو قلنا او حبينا ان احنا نجرب مثلا ان حرمان الطفل من الوالدين، حرمان الطفل من الوالدين يؤدي لانتشار الجريمة، هل نقدر ان احنا نحرم طفل من والديه ونشوف هتنتشر الجريمة ولا لا؟ فبقى الموضوع شوية صعب، يعني شوية المنهج التجريبي في علم الاجتماع شوية صعب، قد يكون في العلوم الاخرى من اسهل وافضل، الا انه بيكون في اضيق الحدود استخدامه في المنهج التجريبي، بيكون في اضيق الحدود، لكنه بشكل عام المنهج التجريبي هو افضل المناهج المستخدمة في اختبار صدق الفروض. عندنا ايضا ثاني نوع من مناهج البحث، مناهج البحث منهج المسح الاجتماعي. ثاني مناهج البحث في علم الاجتماع هو منهج المسح الاجتماعي. شنو هو منهج المسح الاجتماعي شباب؟ له تعريفين. التعريف الاول محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لظاهرة اجتماعية او نظام اجتماعي او جماعة معينة في فترة محددة بهدف تصنيفها وتفسيرها لاستفادة منها مستقبلا. له تعريف ثاني دراسة عملية للظواهر الاجتماعية الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين.
الخلاصة يا شباب ان منهج المسح التجريبي او المسح الاجتماعي، اسف، منهج المسح الاجتماعي بيدرس ظاهرة معينة. احنا هنا علم الاجتماع متخصص في دراسة او بيهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية، فهو بيدرس ظاهرة اجتماعية في جماعة معينة في وقت معين، لان ممكن هذه الظاهرة بعد شوية تختفي. يعني مثلا لو ظاهرة او ظاهرة البطالة في مجتمع المجتمعات، ممكن تكون ظاهرة البطالة في هذا المجتمع محدودة في فترة معينة، لكن بعدين ما يصير عندهم بطالة او في مكان معين. ايضا ممكن تكون ظاهرة الطلاق والتفكك الاسري موجودة في مجتمع معين في وقت معين، لكن بعدين ممكن انها تختفي من خلال التغلب على هذه الظاهرة من خلال مناهج البحث. ما هو علم الاجتماع بيدرس الظاهرة مو بس عشان يدرسها، عشان يوصلها لحلول، فممكن يوصلها الحل فنستفاد فيها نفس ما احنا ما شايفين مستقبلا. اذا نبدأ ان احنا نفسرها عشان نقدر ان احنا نتغلب على هذه الظاهرة، ان كانت ظاهرة سلبية نقدر ان احنا نتغلب عليها في المستقبل. طبعا المواضيع اللي بيدرسها مناهج البحث، مناهج او منهج المسح الاجتماعي، اول شيء دراسة الظواهر الاجتماعية. اول شيء طبعا بيدرسها منهج المسح الاجتماعي دراسة الظواهر الاجتماعية من اجل شنو؟ جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها. يبدأ يدرس الظاهرة ويشوف اسباب هذه الظاهرة ويبدأ انه يحللها ويفسرها لانه يوصل لنتائج. اثنين، قياس اتجاهات الرأي العام نحو مختلف الموضوعات والقضايا بهدف اصلاح. يشوف الرأي العام، الناس شو رأيها في هذه الظاهرة، قضية معينة شنو رأي الناس فيها، وكل الاغلبية من الناس هل موافقين هل معترضين، هل شايفين انها ظاهرة ايجابية ظاهرة سلبية، وفي الاخر بيحاولوا ان يوصلوا لها عشان يحلوا هذه المشكلة مثلا ان كانت هذه الظاهرة سلبية. تدعيم ايضا عمليات التخطيط التي تستهدف تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية من اجل تحقيق الرفاهية، من اجل تحقيق الرفاهية. اذا بيدعم ايضا موضوع المسح الاجتماعي، بيساعد عملية التخطيط في المستقبل عشان يعمل عملية تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فبالتالي بيحاول بقدر الامكان انه يحقق الرفاهية لدى المجتمع. ايضا بيدرس منهج المسح الاجتماعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بيدرس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمعرفة مستويات المعيشة والعوامل المؤثرة فيه. طبعا بيشوف في الحياة الاجتماعية هل بيزيد فيها البطالة، هل الاقتصاد قوي، هل الاقتصاد ضعيف، شو الأسباب اللي بتسبب بعض المشكلات الاجتماعية بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية وغلاء المعيشة وغيره وغيره، عشان يوصل أو أيضا مرتبطة بالنقطة اللي سابقة حتى يحقق الرفاهية أو أقصى درجة من الرفاهية للمجتمعات. أيضا بيدرس الجوانب الثقافية المتعلقة بالعادات والتقاليد والقيم والمعايير السلوكية. بيدرس ثقافة الناس، يعرف عاداتهم، يعرف فكرهم، يعرف تقاليدهم، شنو المعايير السلوكية اللي مرتبطة بيهم أو اللي بتحكمهم. ده بالنسبة لموضوعات منهج المسح الاجتماعي. طبعا يا شباب نركز وكل تركيزنا على التعريفات او اهم التعريفات اللي هي منهج البحث العلمي، ما المقصود بالبحث العلمي، ما المقصود بمنهج البحث، ما المقصود بالتجربة، ما المقصود بالتجريب، وخطوات المنهج العلمي ايضا من منهج التجريب، اقصد خطوات المنهج التجريبي اللي هو بيبدأ بالملاحظة وفرض الفروض وتحقق من صحة الفروض والتوصل للقوانين اللي بتحكم ظاهرة معينة. طبعا ديت كلها من ضمن النقاط او النقاط المهمة. نعرف ايضا تعريف منهج المسح الاجتماعي ونكون عارفين شنو تعريف، في تعريفين
منهج المسح الاجتماعي، واخيرا مواضيع منهج المسح الاجتماعي. ده اهم النقاط الموجودة في الدرس. الدرس كله تعريفات، الدرس كله مهم، واحيانا كثيرة بيجيك منه يمكن اكثر من سؤالين ثلاثة بالاختبار عن التعريفات. فرق مثلا ما بين التجربة والتجريب، فرق ما بين المنهج التجريبي ومنهج المسح الاجتماعي. من حيث التعريف مثلا يجيك يقول لك ما هو افضل، او افضل ضع المصطلح العلمي المناسب، افضل المناهج المستخدمة في اختبار صدق الفروض او صحة الفروض. اي منهج؟ هل هو المنهج التجريبي؟ هل هو الملاحظة؟ هل هو المسح الاجتماعي؟ طبعا الاجابة هو المنهج التجريبي. اذا نعرف يا شباب ونركز على التعريفات ونحفظها عدل، وايضا نعرف موضوعات منهج المسح الاجتماعي. بكده نكون خلصنا درسنا. اسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.